أريد أبي، أين أبي؟ سؤال ينتظر الإجابة من نظام حارب هؤلاء الأطفال دفء حضن الأب وعطف الأخ وحنان الأم، نظام جردهم من البراءة ومن كل إحساس بوجود حماية أسرية. أطفال سوريا أضحوا اليوم يقودون المظاهرات وبلسانهم المتلعثم في كثير من الأوقات يطالبون على غرار هذه الطفلة الصغيرة بحرية آبائهم، وصولاً إلى طلب الرحيل لمن تسبب في عمليات الاعتقال والقتل والترهيب. يا بشار! يا بشار! يا بشار! يا أحمد! يا ماني! يا عزيز! أمي الله أرحم يا بشار! وعي الأطفال تجاوز مطالب الحليب أو الطعام والملبسة والألعاب، فالوقت الآن للتظاهر، وهؤلاء الصغار مستعدين لتصدر كل المظاهرات الصباحية منها والليلية. الحليب! لا والله! بدكم بسكوت؟ لا والله! شو بدكم؟ أطفال سوريا الذين فجروا ثورة الكرامة من درعا يخطون اليوم شعاراتها بأناملهم الصغيرة ويمشون نحو الحرية في خطى ثابتة، مطالبين بإطلاق سراح آبائهم وذويهم وأحبائهم. عسى أن تجد تساؤلاتهم أجوبة لها، وعسى أن تحقق أحلامهم فيرمون في أحضان آبائهم وينعمون بالدفء والأمان. بابا رد علي يا بابا.